نروح لخبر مفرح من الأخبار المفرحة اللي كانت في عيد الأضحى المبارك، افتتاح السيرك القومي في مدينة العريش. السيرك القومي اللي افتتح في مدينة العريش بعد أكثر من 13 سنة من إغلاقه نتيجة الأحداث اللي مرت بها هذه المدينة الواقعة في شمال سيناء بعد عدد كبير من الهجمات اللي كانت فيها، والحقيقة أن المشروعات التنموية اللي حصلت وبتحصل دلوقتي على قدم وساق هي اللي اعادت هذه المدينه للحياه في كل المجالات، وربما المجال الثقافي والفني كان على قمه هذه المجالات. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر بخصوص افتتاح السيرك القومي في مدينه العريش. الاستاذ احمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه معنا عبر الهاتف. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا، صباح الخير وكل عام وانتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب وألف مبروك. نتعرف على قصة سيرك العريش وسمعته وأهمية وجوده لأهالي العريش مرة تانية. هو السيرك القومي لا سيما سيرك العريش هو أحد مكاسب وزارة الثقافة، وزي ما حضرتك قلت هو السيرك في العريش منذ عام 98 لحد 2010 وتوقف لمدة 13 عام نظرا للاحداث اللي تمت بمحافظه شمال سيناء وبالاخص مدينه العريش. كان في اهتمام وتنسيق متبادل ما بين وزاره الثقافه من خلال الدكتوره نبيل الكيلاني والسيد محافظ شمال سيناء السيد اللواء محمد عبد القادر شوشه ان يكون في عوده للسيرك القومي هذا العام، فكان في تنسيق متبادل ويتزامن الافتتاح مع اول ايام عيد الاضحى المبارك. عايز اقول لحضرتك قد ايه كان اسره السيرك القومي سعداء بان هم بيحضروا طبعا مع اهالي مدينه شمال في سيناء في حاله عطش مدينة طبعا العريش طبعا ان هم يقدموا فقراتهم وان هم يحضروا العيد ويقدموا السيرك القومي مع اهالي شمال سيناء في فعاليات فنيه شديده الجمال، وكان في حضور مكثف كبير. يعني احنا تم رفع شعار كامل العدد منذ اول يوم، احنا يوميا في تزايد في الاعداد والاقبال، في تعطش كبير لمشاهده الالوان الفنيه في مدينه العريش. طبعا الحضور كان مكثف، سياده المحافظ شرفنا بحضوره اول يوم، كان الافتتاح اول يوم عيد الاضحى. سيرك العريش هو احد ثلاث تركات بتقام خلال فعاليات العيد سواء كان في القاهره او في مدينه جمصه محافظه الدقهليه والعريش. يعني طبعا السيرك القومي دايما معروف بنسب رواده باعتباره فن جميع الاعمار السنيه، ده حقيقي. احنا سعداء جدا ان احنا هنتواصل ان شاء الله بتقديم فقرات السيرك القومي. والله والله وانا سعيد ان انا لما اسمع يعني ان مدينه العريش اللي كنا ربما بنسمع يعني عنها أخبار في اشتباكات أو وجود جماعات متطرفة، النهاردة بنشوف فيها السيرك بيفتتح وفي أول أيام عيد المبارك. طيب أنتوا أهلتوا السيرك ده قد إيه عشان يعود، وخصوصا أن افتتاحه في أول أيام عيد الأضحى كان هو الـ يعني برضو السبب في أن أهالي العريش ينتظروه بفارغ الصبر ويكون كامل عدد. أهلتوه في قد إيه وخليتوه يرجع في قد إيه، وهل هيفضل في العريش بهذا الشكل بنفس الطاقم؟ هي الخيمه يعني هو اولا في تنسيق متبادل مع المحافظه ووزاره الثقافه. هو كان في يعني على مدى شهرين كان في تنسيق متبادل، وكان في زيارات من قبل الساده المسؤولين عن وزاره الثقافه والبيت الفني للفنون الشعبيه في مدينه العريش. تم رفع الخيمه وتم رفع كفاءه الخيمه من تجهيزات فنيه وعمال، و اللي هي الارض ديت اساسا تابعه للبيت الفني للفنون الشعبيه منذ عام 98. تم التجهيز وتم الاعداد، وبعدين احنا كمان الجميل في مدينه العريش ان قد ايه هي بقت امان جدا، يعني الناس بتتجول والناس بتنزل على الشواطئ والناس بتنزل الاسواق، يعني الناس حاسه ان هي في امن وامان بشكل كامل جدا، خاصه وان احنا سبق ليا انا شخصيا زياره مدينه العريش عندما كنت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة صورة الثقافة، وقدمنا أعياد تحرير سيناء بحضور أكثر من فرقة فنون شعبية على قصر ثقافة العريش، وبحضور أربع محافظين كان منهم معالي وزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وأستاذ محافظ شمال سيناء. يعني العريش بقت مدينة عادية جدا فيها من الأمن والأمان. يعني ده هيستمر يا أستاذ أحمد، هيستمر
في العريش لفترة، هيستمر طبعا، هيستمر والكرو طبعا، والكرو ده هيفضل كرو العريش، مش هينتقل لمحافظة تانية. بالظبط يا فندم، واحنا مستمرين بفعاليات السيرك، وحتى ان شاء الله شهر نهاية شهر اغسطس بنقدم فقرات السيرك القومي، وان شاء الله فعاليات هتتزامن باذن الله فنيه لتعطش مدينه العريش واهلها بالفعاليات الثقافيه والفنيه، ولوصول الخدمه والعداله الثقافيه خارج القاهره للمناطق الاكثر احتياجا. كلنا عارفين ان السيرك ده يعني فن غربي او فن اوروبي، نشا هناك وجالنا لمصر، وفي حاله من حالات الابداع والابهار يعني بتبدا من الاطفال وبتمتد لكبار السن اللي بيحبوا يتفرجوا على الحيوانات وعلى الالعاب الخطره وعلى وعلى، الى اي مدى احنا تقدمنا وقللنا الفجوه ما بيننا وما بين السيرك الاوروبي؟ انا بشوف السيرك المصري وبشوف السيرك الاوروبي وفي فرق كبير يا استاذ احمد، نقلل الفجوه ازاي روشتة من حضرتك؟ هو السيرك القومي المصري هو بيقدم فنونه وهو له جماهيره الخاصه. بالنسبه للفرق ما بين السيرك المصري والسيرك الاوروبي، احنا عندنا فقرات شديده التميز وعندنا لاعبين بتكتسب خبرات. انا ما بنكرش ده خالص، بس انا بقول نقلل يعني عندنا ايه عشان نطوره؟ نصايحك ايه؟ بتطالب ايه المسؤولين؟ بالعكس انا متضامن معاك جدا وعارف ان احنا بنعمل افضل ما عندنا، ولكن يمكن في امكانيات عندك مش واضحه نوضحها للمسؤولين عشان نوصل لمستوى السيرك الاوروبي، ده قصد سؤالي. لا هو حضرتك احنا عندنا فعلا فقرات متميزه، احنا محتاجين دورات تدريبيه انها تتم ما بيننا وما بين الشركات العالميه، محتاجين ان احنا طبعا قائمين على ان احنا بنزود فقراتنا وبنرفع كفاءه اللعيبه، طبعا الاطفال محتاجه ان هي تتدرب منذ الصغر، علشان فن السيرك زي فن الباليه لازم يبدا منذ السن المبكر علشان يقدر بعد كده لما يكبر يكتسب المهاره والخبره المناسبه لتقديم الفقره بحرفيه شديده. أيوة. عندنا لاعبين كتير وعندنا فقرات كتير وبيتم استحداثها، وطبعا احنا مطلعين على الشركات الاجنبيه، وفي عندنا من اللعيبه اللي بيشاركوا في مهرجانات دوليه من خلال القطاع العلاقات الخارجيه تقدم فقراتها، وبالتالي بتكتسب خبرات برضه وبتيجي تحاول انها تنقلها وتحاول انها تقدمها، واحنا يعني ان شاء الله هنقدم كل الدعم. انا توليت البيت الفني للفنون الشعبيه منذ شهر، ان شاء الله هنقدم كل الدعم لزياده فقرات السيرك ورفع كفاءه اللاعبين، ونشوف التجهيزات الخاصه فيهم او رفع كفاءه تجهيزهم بالمعدات وبالملابس، وان شاء الله الى الافضل. يعني احنا برضو عندنا سيرك متميز جدا في المنطقه طبعا، ولو حضوره ولو جماهيريته ولو نسبه كمان رواده اللي بتحقق ايراد عالي، يعني من ضمن الرواد الناس اللي بتيجي تتفرج على الوان الفنون الشعبيه، لان السيرك يعتبر من الوان الفن الشعبي المبهره جدا، بيجيب عائد برضه مادي كويس جدا نظرا لنسبه حضوره زي ما حضرتك قلت، ان هم بيقدر يتابعوا جميع الاعمار السنيه منذ الصغر وحتى الكبر. صحيح. بنشكرك يا استاذ احمد، وبنتمنى ان السيرك المصري يعني يعمل شغل عالي ويبقى من اهم الوان فنون السيرك في العالم مش بس في المنطقه، وانه يجتذب كل الوان القادمين الى مصر وحتى الرواد في هذا المجال. استاذ احمد شافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه، شكرا جزيلا لحضرتك.